السادات الى حين الالتحاق الى التحية حقوقية كل الاساتذة والاستاذات هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية الرائعة وباسمكم كذلك احيي كل المناظرين والمناظرات الذين دأبوا على مؤازرة كل الاحتجاجات النضالية والاحتجاجات المشروعة في هذه المدينة وها هم اليوم يجسدون هذا التضامن عبر حضورهم الواسع والمكثف ليؤكدوا يعني وحدة الجماهير ووحدة الاحتجاجات السلمية من أجل الدفاع عن الحقوق ومن أجل الدفاع عن الكرامة. إذن نحن كجمعية مغربية لحقوق الإنسان إن على المستوى المحلي بطنجة أو على المستوى الوطني وكما أكدنا سابقا وسالفا أكدنا أن مطالبكم هي مطالب مشروعة ومشروعة 100% وأن ما تدافعون عنه اليوم هو لجيل سوف يأتي ما بعد وبالتالي فإن وجودنا اليوم هو جزء من يعني نضال متواصل من أجل على الأقل الحفاظ على المكاسب التاريخية التي حققتها أجدادنا خلال نضالات سواء ضد الاستعمار المباشر أو ضد يعني هذه الدولة الفاسدة والاستبدادية التي ما انفكت يوما بعد يوم للتراجع عن هذه المكتسبات التاريخية التي ضحينا من أجلها بالكثير والكثير. إذن اليوم نؤكد من خلال هذه الوقفة هذا التضامن المتواصل وهذا التضامن الذي سيكون يعني بدون حدود وبكل ما أوتي من قوة من أجل إحقاق هذه المطالب المشروعة والتي نعتبرها إن تم تمرير يعني في هذه اللحظة إن تم تمرير هذه المرسومين فإن التعليم يكون سالة يعني في آخر ما تبقى منه وبالتالي فإن هذه المعركة هي معركة وجود في نهاية المطاف وبالتالي فإن يعني المطالبة الكل القوى الحية والقوى والضمير الحي بما فيها يعني كل الفاعلين والإطارات الديمقراطية والتقدمية أن تساند الأستاذ والأستاذة ومن خلال يعني هذه الوقفة كذلك نؤكد إدانتنا الشديدة بالقمع المسلط على كل وقفات الاحتجاجية السلمية وهذا حق والاحتجاج السلمي لا ما كيطلبش شي ترخيص هذه مسألة قانونية يعني دير وقفة احتجاجية هذا مقسم الجمعيات الحقوقية والجمعيات المناضلة التي ضحت وضحت وضحت وهذه هذا الاحتجاج هذا راه قانوني لا يحتاج لترخيص هذا الاحتجاج هذا لا يحتاج لترخيص وبالتالي فإن وقفتنا هذه حضارية جدا احنا مشينا ما نعرفش شحال والمخزن باقي اللور باقي كيقول ديك العقلية ديال البصري ديال 1912 وما قبل وبالتالي فإن وجودنا هنا قانوني ومرخص له بفعل يعني النضالات والمكاسب اللي حققناها إذا قلت ندين هذا القمع وندين يعني كل اشكال ديال التدخلات ديال العنف ونعلن تضامننا مع كل ضحايا ديال العنف يعني المسانده ديالنا لكل الاساتذه والاستاذات اذا من خلالكم سيتم التفكير في ابتداع اشكال ديال التضامن ارقى اللي غادي تكون فيها الوحده اكثر والتضامن اكثر من اجل احقاق هذه المطالب ومن خلالكم نحييكم باسم المكتب المحلي للجمعيه المغربيه لحقوق الانسان فرع طنجه وشكرا لكم.